أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في يوم الخميس الماضي رحت لمتحف الملك عبد العزيز التاريخي، ووجدت هناك أصناما أربعة معني بها، ويقال إنها تراث. وجدت بعض الأدوات والأحجار التي كانت عند عاد وثمود. السؤال: هل هذا العمل جائز؟ وماذا يجب علي حيال هذا الموضوع؟ وهل الصلاة في هذا المتحف جائزة؟ الواجب عليك أن تكتب تقريرا عما رأيت، إذا كنت متأكدا إن هذه أصنام، أن تكتب عن هذا تقريرا وتقدمه لدار الإفتاء، وهم إن شاء الله ينظرون في هذا الموضوع. وأما مسألة الأواني التي ليست تعبد من دون الله وإنما هي أواني، فلا بأس باقتنائها والنظر فيها، ما في بأس. نعم.